بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر، حياكم الله. أتمنى لكم إن شاء الله خير وفير من عند ربنا سبحانه وتعالى. واسمحوا لي أن أقول في بداية لقائي بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقاء والدوام لله. شهداءنا أحياء إن شاء الله نلقاهم في الفردوس الأعلى بإذن الله، هم أموات في الدنيا ولكن في جنة الرحمن بإذن الله. الإرهاب الغاشم ملوش وطن ولا دين، كلنا متفقين على كده. كل ده هيبقى له حساب، حساب عسير. الراجل الواحد من الجيش المصري بعشرة، أنا خايفة أقول لفظ، الكلاب تزعل، الكلاب تزعل. اللي يعمل كده في ابن بلده استحال انه يكون ابن بلده، لا ده هو دخيل ودخيل خسيس، ما ينفعش ان احنا نقول غير كده. وكمان انا عايزه اقول ان مهما هيحصل مصر مش هتقف، مصر هتتقدم اكتر واكتر اكتر واكتر. انا بقول البقاء والدوام لله لفخامه رئيس الجمهوريه، والبقاء والدوام لله للجيش المصري، والبقاء والدوام لله لكل ام فقدت فلذه كبدها. كل ام كان نفسها ان ابنها يرجع لها بالسلامه، رجع لها جثه هامده داين تدان، مفيش فيها فصال، وحب الوطن مفيش فيه مزايده، كله الا الضنا. الام بيبقى ابنها قدامها بتكبره يوم بيوم، ولما بيغيب عنها يوم اسبوع شهر سنه تقول ابني رجع بالسلامه على امل ان هو يرجع لها. انما اللي يرجع لها في تابوت اقول لها ما تحزنيش يا امي، ما تحزنيش، ابنك حي يرزق في الفردوس الاعلى ان شاء الله باذن الله، كلنا نلحق بيه باذن الله. اوجه كلمه لكل ارهابي، اقول له الخسه والنداله مش جديده عليك بما ان انت لا وطن ولا دين، وبرده ده مش هيوقفنا، مش هيخلينا نقضيها حزن. لا، احنا موضوع الحلقه بتاعنا النهارده اسمه سمعنا صوتك. سمعنا صوتك منتهى الايجابيه في كل حاجه، سلبيه الارهاب دي لها دورها اللي هتلقاه عسير باذن الله. معايا الضيفين الشابين محمد نبيل ومحمد بلال، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بك يا استاذ. محمد نبيل عازف موسيقي، ومحمد بلال مطرب. مطرب ومطرب وملحن. مطرب ومؤلف وملحن. مطرب ومؤلف وملحن، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بك يا استاذ. انا عايزه اخد رايكم في الاول عن اللي انتم شايفينه بيحصل، بما انكم شباب، تقولوا للشباب ان هم ما يقعوش في بؤرة الإرهاب، تنصحهم بإيه؟ يعني مبدئياً أولاً في ظل الظروف اللي احنا فيها دي لازم يكون في جوه كل إنسان ليه يبقى جواه طاقة. الطاقة دي بيطلعها عن طريق كل إنسان. يعني جوايا طاقة؟ لا، مش أنا بس اللي جوايا طاقة، لا، كل شاب مصري يبقى ليه قوة جواه طاقة ممكن يطلعها عن طريق الفن مثلاً، أو عن طريق حاجه بيحبها، حاجه يعني يشوف ايه الموهبه اللي هو لاقي نفسه فيها، ما يموتهاش جواه، ما يموتهاش جواه، لا لا يبرزها، ده هو يبرزها يطلعها، ممكن يبقى لها دور ايجابي قوي. بالظبط، تمام، حقيقة تمام. وانت يا محمد؟ انا احب انصح اي شاب ان هو يعني يقرب من ربنا، اكيد ان شاء الله ربنا يكون اكبر مرشد ليه. انا عايزه اقول حاجه صغيره كده، اقول ان مصر دعا عليها نبي، مصر سكن فيها نبي، مصر عاش على ارضها نبي، واوصى باهلها نبي، وتجلى على ارضها رب البلاد والعباد. ان شاء الله مصر لن تسقط ابدا، طبعا لن تسقط ابدا ابدا ابدا. من كان في رعايه الله لا يخشى شيئا بتة خالص. طيب انا عايزه ان شاء الله كده بطاقه ايجابيه، عشان احنا كمان النهارده عايزين نحتفل بعشر رمضان اللي هو انتصارات اكتوبر المجيده. حزننا وزعلنا مش هينسينا فرحتنا مهما يحصل. انا عايزه بقى مقطوعه موسيقيه منك انت، نبدا بيك انت يا محمد. تمام، ازاي حضرتك؟ انا محمد نبيل، 27 سنه، بدرس كليه التربيه الموسيقيه، عازف هارمونيكا وعازف مارشيلو. طيب هتسمعنا ايه الاول على آلة ايه الاول؟ الهارمونيكا ولا مارشيلو؟ ممكن اسمع حضرتك حاجه على آلة الهارمونيكا. اتفضل. الاول اتفضل. مقطوعه موسيقيه لعمر خيرت.
اللي عم احمد. ايوه عم احمد، هو مشهور بعم احمد. اتفضل. عم احمد معك. اتفضل. تمام. جميلة قوي يا محمد، جميلة قوي. ربنا يوفقك. محمد بلال، أنا عايزاك تقول لي مقطوعة غنائية صغيرة كده في حب مصر، تقول لها إيه؟ أنا أصلاً مألف أغنية من كلماتي وألحاني دي في حب مصر. اتفضل. وأديها لكل المصريين. اتفضل. مصر ايه، مصر العزيمة والإرادة وشعب أقوى الحديد. مصر ايه، مصر من أعلى لأعلى وكل يوم من جز جديد. مصر ايه، مصر العزيمة والإرادة وشعب أقوى من الحديد. مصر إيه، مصر من أعلى لأعلى وكل يوم إنجاز جديد. جميل يا محمد. طيب أنا عايزة بقى أقول أنا مني لمصر، أقول حاجة، أقول يا نسر طاير في السماء عالي، حبيبتك أنا مصر يا غالي، صمت وانت عينك بنورها حارس، الساعة 2 الظهر رب البرية خلاك هنا عشاني، أسد الأسود على الأرض حافظ مكاني، يوم 10 رمضان أخد بين أنياب ومن آذاني، أسد الأسود كل جندي قال بسم الله عبرنا القناة. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طيب انا عايزه اسمع منك انت كمان مقطوعه معزوفه من الاله بتاعتك من مارشيلو. اتفضل. هو مارشيلو البيانو. اتفضل. تمام. دي اله مختصره برضو. يعني ممكن نقول بيانو، ممكن نقول مارشيلو، يعني على حسب كل واحد وذوقه طبعا. اوكي. في اغنيه انا كنت بهديها برضو لشهداء مصر، اللي هي من فيلم عسل اسمر، عسل اسود. تمام. دي اغنيه جميله جدا اسمها بالورقه والقلم. طب اتفضل. اوكي. اتفضل سمعنا. Thank you.
جميلة يا محمد، جميل، جميلة يا محمد، جميلة. طيب بالنسبة بقى لمحمد بلال، في أغنية أنت كنت بتقول عايز تهديها للشعب المصري برضو بمناسبة شهر رمضان، اللي هي هي باسم يا الله. اتفضل. برضو كلماتي وألحاني. ما شاء الله، يعني محمد متنوع، بيغني بيألف بيلحن. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. ربنا يديك. يا رب جيت لك وكل ذنوب ونويت اني اتوب وتقبلني برحمتك يا الله، انت المنى وانت الرجا. ذنبي كبر وقلبي اشتكى. انت المنى وانت الرجا. ذنبي كبر وقلبي اشتكى. من غيرك انا لا حول لي ولا قوه. جميلة يا محمد، جميلة، ربنا يوفقك يا رب. أنا عايزة أقول بالنسبة لوجود الشباب الجمال دول معانا، ربنا يحميهم يا رب ويحقق لهم كل أمانيهم ووصلوا مواهبهم اللي هم بيتمنوه. أنا عايزة أقول كلمة من أم ونختم بيها. الأم بتقول: ربيت وكبرت ضناي حبيبي ونور عيني، قال لي يما الواجب بيناديني، قلت قلبي ابن عمري وحيدي، قال لي يما مصري أنت وهي واحد، مهما سبتك انا جوه حضنك مش مفارق، لا هفوتك يوم ولا تفوتيني، هتروحي سينا هروح وراكي، انت وهي حاجه واحده اخاف عليكي. قالت له: يا ابني خايفه عليك، كلاب سعرانه تنهش فيك. قال لي: انا ابنك اسد عالي المقام، ما تخافي عليا، وموت يما زغرتي على الحور العين فرحتي، عريس بشاير على الجنه طاير. وشكرا ليكم والقاكم ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه، انتظروا فقره دردشه مع زميلتي العزيزتين ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.